Go. مساء الخير، حاب اسمي هنادة الحريري وحابة ساهم بمناظرة اليوم تتعلق بالمرأة، وتحديدا بالنقطة اللي بتتعلق بأن التشريعات وتغييرها ما رح تؤدي لتغييرات اجتماعية. أنا أكيد ضد هالنقطة، لأنه نحن التشريعات الموجودة حاليا ما عم تحمينا لحتى نقرر أنه تغيير التشريعات، وأساسا هي التشريعات عم تشكل ذريعة للرجال أنه يستغلوا ويسيطروا على المرأة. يعني لو في قانون بيحمي المرأة فعلا من القتل مثلا، جرائم الشرف، شو هي أنه ينحبس 3 أشهر أو 3 سنين؟ هي جريمة قتل مثلا. أو مثلا قانون تاني فيما يتعلق بسفر المرأة، في كتير بلدان عربية المرأة بتتطلب موافقة من أهلها، حتى لو كان عمرها 60 سنة رح تطلب موافقة من ولي أمره أنه تطلع من البلد. ليش؟ لأنه القانون بيقول هيك. لو أنه المرأة يعني قانونيا بتقدر تسافر أو ترجع أو تكون عندها حضانة على أولادها، ما حدا رح يوقف وش القانون. مشان هيك ضروري تتغير القوانين الموجودة، هذا حقنا وهذا واجب المجتمع تجاهنا، وإلا المجتمع ما رح يتغير. بس أتمنى التوفيق.